للمشاركة في القناة اضغط على زر الاشتراك ثم على الجرس لتتوصل بكل جديد، وإذا أعجبك الفيديو اضغط على الإعجاب، وشكرا. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حلويات النجوم. وما شاء الله كيف كتشوفوا معنا نحضروا نوع من انواع الحلويات اللي كتجي راقيه في المنظر ديالها وايضا في المذاق ديالها. كنتمنى تعجبكم الحلقه اليوم، وقبل ما نمر للطريقه ديال التحضير كنتمنىكم تزوروا قناه اكلات شيف علي اللي هي ان شاء الله نخليها لكم في اخر الفيديو. والان خليكم مع الطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا 200 غرام ديال الدقيق الابيض، عندي هنايا 50 غرام ديال الشوفان، 80 غرام ديال معجون التمر مقطع طريفات صغار، 80 غرام ديال الزبده طريه، 100 غرام ديال العسل، 100 غرام ديال السكر البني، وكنحتاجو شويه ديال الملحه، رص ملعقه صغيره ديال القرفه، وملعقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه. هادو هما المقادير، والان خليكم مع الطريقه ديال التحضير. بالنسبه للطريقه كناخذ واحد الاناء كنوضعو فيه التمر، ايضا كنضيفو العسل، الان كنعملوهم فوق البوطه على طريقه حمام مائي، وكنبقاو نحركو حتى كيدوب لينا التمر مزيان. هنا كيف كتشوفوا معايا الخليط ديال التمر والعسل من بعد ما ذابو كيجيو على هذا الشكل هذا. الان في واحد الاناء كنوضعوا السكر والزبده، وكنرجعوا نخلطوهم مزيان بالخلاط الكهربائي. هنا بعد ما خلطنا السكر مع الزبده مزيان كنضيفوا ليهم المعجون ديال التمر والعسل، الان كنرجع كنخلط كل شيء مزيان. هنا من بعد كيف كتشوفوا معايا من بعد ما خلطت كل شيء مزيان، الان كنضيفوا الدقيق، الان كنضيفوا شويه ديال الملحه، وكنضيفوا الشوفان، ايضا كنضيفوا شويه ديال الخميره ديال الحلوى والقرفه، الان كنخلط كل شيء مزيان. هنا كيف كتشوفوا معايا بعد ما خلطت الخليط مزيان كيجينا خليط عقد على هذا الشكل هذا. هنايا كنحتاجوا القوالب ديال السيليكون، انا هنايا خديت جوج ديال الاشكال، دهنتهم بالزبده مذوبه ورشيتهم الشوفان على هذا الشكل هذا. الان كناخذوا شويه ديال الخليط وكنوضعوه في وسط القالب على هذا الشكل هذا، وكنضغطوا عليهم مزيان باش كيعطينا الشكل ديال القالب ديال السيليكون. يمكنكم تستعملوا اي شكل عندكم. كنبقى مستمره حتى كنكمل القالب اللي عندي. الان بعد ما ساليت القوالب ديال السيليكون عمرتهم بالخليط مزيان على هذا الشكل هذا، الان مباشره كندخلهم الفران. هنا من بعد ما عملنا الحلوه ديالنا كطيب في الفران، الان نحضروا السيرو باش نسقيو به الحلوه. كنحتاجوا هنايا كاس ديال سكر سنيده، جوج كيسان ديال الماء، او كتعملوا 100 غرام ديال السكر سنيده و200 غرام ديال الماء. كناخذوا واحد الاناء كنوضعوا فيه السكر سنيده، كنضيفوا عليه الماء، وكنعملوهم فوق البوطه
وكنخليهم حتى كيدوب لينا السكر مزيان. هنا كيف كتشوفوا معايا عندي السيرو واجد. ايضا الحلوى من بعد ما كطيب فران كنخرجوها مباشره وكنسقيوها بالسيرو على هذا الشكل هذا، يعني كنبقاو نخويو عليها السيرو حتى كتشرب لينا مزيان. هنا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما سقيت الحلوى بالسيرو كنخليوها تشرب السيرو تقريبا واحد المده ديال 60 دقيقه. هنا كيف كتشوفوا معايا بعد ما خليت الحلوى كتشرب السيرو تقريبا مدة ديال 60 دقيقه، الان كنزينوها بلاصوص ديال الشوكولا اللي سبق لي وحضرت معكم فيديو خاص ان شاء الله غنخلي لكم في الصندوق ديال الوصف. الان كنقومو بتزيين الحلوى كيف كتشوفوا معايا، فكنعمروا هاد الحفيرات اللي عندنا هنايا كنعمروهم بلاصوص ديال الشوكولا على هاد الشكل هذا. صراحه كتجي رائعه هاد لاصوص هادي. كتشوفوا معايا فغنبقى مستمرة تنكمل الحلوى اللي عندي كاملة. هنا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما كملت بالحلوى كنقدموها على هذا الشكل هذا، صراحة كتجي رائعة في المنظر ديالو أيضا في المذاق ديالها. كنتمنىكم أنكم تجربوها. بالنسبة للملاحظة اللي يمكن لي نقولكم هو أن الحلوى منين خرجوها من الفران تكون مازال سخونة أنا نسقيوها مباشرة بالسيرو ونخليوها تشرب مزيان تقريبا واحد 60 دقيقة، يعني مش كتجي معنا الحلوى كتجي ناشفة ما كتجيش الحلوى فازكة. هذه هي الملاحظة ديالي. كنتمنىكم إذا عجبكم الفيديو أنكم تمنوا الإعجاب وأيضا المشاركة لكم في قناة حلويات النجوم. والآن خليكم على خير، بسلام عليكم.